ولنقاش ملف الوضع التعليمي بالعراق والأسباب التي تقف وراء تدهور طموحات الشباب العراقي ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي دكتور محمد جواد فارس. أهلا بكم دكتور. أهلا ومرحبا بكم ومشاهديكم الكرام. دكتور، وفقا لموقع ستار ستريبس الأمريكي فإن أطفال حقبة غزو العراق الذين بلغوا سن الرشد بعد احتلال العراق يحملون أحلاما ضئيلة في بلدهم، كيف يفسر تراجع طموح الشباب العراقي في الداخل؟ الشباب في المجتمعات هم بناة حقيقيون لهذه المجتمعات والدول، ولكن للأسف بعد الاحتلال وما جرى في العراق من مخطط امبريالي صهيوني هو تدمير العراق في كل الأمور، منها حل الجيش العراقي مثلا والقوى الأمنية، وكذلك أصاب التعليم وإعداد الكوادر العلمية الجاهزة لبناء هذا المجتمع. فكثير من العراقيين الذين يحملون الشهادات تعرضوا للاضطهاد، ولذلك خرجوا من العراق إلى أماكن أخرى آمنة وعملوا لخدمة مجتمعات أخرى ودول أخرى بما فيهم الأطباء والأساتذة والمعلمين، ولذلك بقى العراق بدون أي كفاءات علمية بسبب هذا الاحتلال وما جاء به من فوضى خلاقة كما سمتها كونداليزا رايس. وهذه الفوضى الخلاقة شملت الشبيبة خاصة في هذا المجتمع، مما أدى إلى نقص في عدد الخبراء والعاملين في مجالات متعددة منها الطب والهندسة والعلوم وإعداد كوادر علمية، كادر ممكن أن يقدم خدمات جليلة للمجتمع العراقي، وهذا ما لا يريدوه لا دول الجوار ولا حتى الاحتلال، لأنه جاء بهذا المخطط من أجل تدمير المجتمع بما فيه هذا المجتمع الذي الآن الكثير من المخدرات تغزو العراق. ولذلك يجب أن نكون حذرين ويقظين من أن هذا المجتمع الشبابي الآن يجب أن يعلن معاداته لكل ما يجري من سلوكيات متعمدة لإذلاله وللنقص من إمكانياته العلمية والبنائية. وكما هو معروف الشباب هم طليعة هذا المجتمع وهم بناة حقيقيون لهذا المجتمع، للأسف لكن ليست هناك دولة ممكن أن تقدر هذه المهام التي يقومون فيها الشبيبة. في هذا السياق دكتور، كيف أثر تراجع القطاع التعليمي في هذا المشهد التشاؤمي للشباب العراقي؟ طبعا بالتأكيد ومعروف لدينا أنه بعد الاحتلال لم تبنى حتى مدرسة خلال هذه 18 سنة من وجود هذه الحكومات المتعاقبة التي تداولت السلطة منذ الاحتلال، بما فيها أن هناك مخطط إمبريالي صهيوني لتجهيل العراق، ولذلك هناك أبنية لمدارس هدمت ولم يجري إعمارها، ونشاهد يوميا مناظر تثير الغضب لدى الآخرين، وهي أن الطلاب لا يمكن أن يجلسوا في مقاعد الدراسة لأنه لا توجد مقاعد للدراسة هناك، وكذلك بالنسبة لمجيئهم إلى هذه المناطق بأوحال وشوارع غير مزفتة وغير معمرة لمرور الطلاب، وحتى أنه نشعر وباعتزاز أن هناك إمكانية أقدمت عليها مجموعة من الخيرين في مدينة القاسم
حيث تبرعت ببناء مدارس للطلاب. أين هي الحكومة؟ أين هي واردات النفط العراقي؟ في العهد البائد، عهد الملك وعهد والعهود التي تلته، هناك مدارس مبرمجة لبنائها، متوفر فيها خدمات جليلة من كتب ومن مقاعد دراسية، ومن حتى كانوا يعطون للطالب كوب من الحليب الصباحي. ولذلك اليوم نجد أن هناك عدم اهتمام، لأنه هذه السلطات لم تؤدي إلى غرض مطلوب، هو نشوء فلة ومجموعة من الخيرين لهذا البلد من أجل بناء المجتمع وبناء الدولة الحديثة التي يمكن الركون إليها. في هذا السياق دكتور، ونبقى في المجال التعليمي، تحولت المدارس اليوم في العراق إلى مدارس متنقلة، وكما تعرف بالمدارس الكرفانية، بما تحمله من مخاطر على الأطفال. كيف يمكن أن تستمر العملية التعليمية بهذا الشكل في العراق للأجيال القادمة؟ وهذه الحكومات سوف تستمر، وهذه الكرفانات لها مخاطر عديدة على أبنائنا الطلاب، وخاصة صغار العمر في الابتدائيات. هذه الكرفانات معرضة للحريق، وهناك عمل آخر ممكن أن نجده في هذه الكرفانات، وهو أنها لا تحمي الطلبة لا صيفا ولا شتاء، لأنها هي غير مكيفة لهذا القدر من الإمكانية لتوفير الحياة الكريمة للطالب، وكذلك حتى أنه لا يوجد لديهم كراسات مدرسية، لأن هناك اتفاقات مع مجموعة من الشلة التي هي تأخذ مبالغ معينة من أجل طبع كراريس جديدة للطلاب، ولذلك لا تتوفر هذه الإمكانيات حاليا. شكرا جزيلا لك. الكاتب والباحث السياسي دكتور محمد جواد فارس، حدثتنا عبر الهاتف من لندن.